أهلا بكم من جديد في حديث الأخبار. جاءت دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال واستمرار مسيرة الحوار الوطني تحت رعايته بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية 2024 لترسخ أهمية الحوار والمشاركة في رسم مستقبل مصر، ولتؤكد جدية الحوار الوطني والذي لعب دورا إيجابيا في تنمية وإثراء الحياة السياسية في مصر. وجاءت المشاركة الكثيفة في الانتخابات الرئاسية لتؤكد أهمية ما تحقق من نتائج الحوار والتي ظهر أثرها الإيجابي خلال الانتخابات، ولتؤكد أيضا وعي المواطنين بضرورة الالتفاف حول قضايا الوطن والحفاظ على الأمن القومي. للمزيد برحب بضيفي في الاستوديو الكاتب الصحفي الأستاذ بلال الدوي. أهلا بك يا أستاذ بلال. اهلا بحضرتك واهلا بسلام حضرتك. طيب شكرا يا استاذ بلال، ونبدا بالحوار الوطني اللي حقق عديد من المكاسب للدوله عن طريق خلق مساحات مشتركه لهذا الحوار، بالتاكيد انه يعني قبل الحوار شيء وبعد الحوار شيء اخر. انت شفت الحوار ده ازاي والنتائج اللي تحققت من خلاله، خصوصا وانه الرئيس عبد الفتاح السيسي ما زال يريد استكمال هذا الحوار؟ يمكن كلنا يعني كان عندنا حالة من السعادة واضحة جدا في خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد إعلان نتيجة الانتخابات. الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد بأن الحوار ممتد وأن الدولة مستعدة لتلقي جميع الآراء والأطروحات الخاصة لعملية البناء اللي مصر قادمة داخل عليها إن شاء رب العالمين. احنا يمكن طوال العام الماضي مصر كانت يعني كلنا كنا بنقول نحن نحتاج لعملية لم شمل القوى السياسية. كانت الاستجابة الفورية من القوى السياسية والسياسيين والإعلاميين والمنظمات المجتمع المدني، كل شارك وأدلى بدلوه في تقديم رؤية وطنية خالصة على اختلاف طبعا الرؤى دي، ولكن الكل يعني تحت راية الوطن لأن هذا الحوار يتسع للجميع. احنا سعدت بوجود قوى سياسية مختلفة قدمت رؤاها، كل الرؤى دي كانت بتعمل على بناء الوطن، كله كان لديه نيات حسنة، كله كان مصمم على خلق حياة سياسية جديدة. كنا احنا بنتكلم قبل 2010 ان هناك ركود في الحياة السياسية وما كانش فيه حوار وطني. الآن القوى السياسية في حجر ألقي في المياه الراكدة، وبالتالي شفنا اطروحات جديدة من طبعا الأحزاب السياسية المصرية، وكان نتيجته الحراك اللي احنا شفناه، شفنا حالة من الانتعاشة السياسية اللي حصلت في مصر وحراك نتيجته أداء عالي جدا من الأحزاب في انتخابات الرئاسة، أداء عالي نتيجة وجود حشد كبير جدا وكثافة لم يسبق لها مثيل، ما شفناهاش قبل كده في أي انتخابات. لأن هناك وعي لدى الأحزاب السياسية بالمشاركة ولدى المواطن المصري ذات نفسه. يمكن هذا الحوار الوطني كان مفيد للغاية للأحزاب بالذات يا أستاذ بلال، لأنه الناس تعرفت على هذه الأحزاب، الأحزاب اشتغلت في الانتخابات الرئاسية بكل جدية ونظمت مؤتمرات وتوعية بأهمية هذه الانتخابات، ثلاثة من المرشحين جم من الأحزاب أيضا يعني، فالحوار الوطني بالتأكيد ألقى الضوء بشكل كبير على الأحزاب في مصر. احنا الحوار يعني اللي شجع الأحزاب على المشاركة واللي شجع الناس تستبشر خير بالحوار، لأن أثناء انعقاد الحوار كانت الناس بتشوف الحوار على الهواء مباشرة. وبعدين يعني أثناء انعقاد الحوار ذات نفسه كان هناك استجابة فورية من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من الأفكار الجديدة اللي احنا كنا بنقول عايزين نلم شمل القوى السياسية وعايزين كل نبني الوطن، وبالتالي كان في استجابة لتشكيل لجنة العفو الرئاسي واللي أدلت بدلوها وحققت إنجاز كبير جدا في الإفراج عن عدد من الشباب وعن عدد من المحكوم عليهم، ولكن في صميم القانون المصري. احنا اللجنة دي انا بشوفها ان هي كنا بنحتاجها من زمان، ولكن وجودها دلوقتي ساهم في يعني خلق نوع من انواع الاستجابة بين الحوار الوطني والأحزاب ورئاسة الجمهورية. وأثناء انعقاد الحوار كانت هناك أطروحات جديدة كان على طول بيتم الاستجابة ليها على حسب القانون. يمكن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد بأن لو حاجة متاحة للاستجابة ليها بيتم الاستجابة فورا، أما ما هو قانوني يحتاج رأي البرلمان أو يحتاج تشريع إصلاح تشريعي أو يحتاج قانون، وبالتالي كانت الدولة بتستجيب في هذا الشأن. اللي احنا شفناه في انتخابات الرئاسة بيقول أن الدولة المصرية القوى السياسية فيها قوى واعية،
احنا كنا بنقول لابد ان يتكاتف الجميع، لان احنا بنمر بظروف صعبة جدا. الشعب المصري ادرك ان مصر تمر بمرحلة صعبة جدا جدا جدا، تحديات كبيرة ومخاطر جمة وصعاب ومطبات في كل المجالات وفي كل الحدود. وبالتالي الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني كان ادرك بان الوطن لابد ان يتم الاستماع لعدد من الرؤى، خاصة نحن لدينا حزب الوفد كان لديه مرشح، حزب الشعب الجمهوري لديه مرشح، حزب مصر الديمقراطي لديه مرشح. ده عمل زخم سياسي في الحياة السياسية المصرية، وده اللي نتج عنه 66 يعني أكتر من 66% من حجم المشاركة. وبالتالي شعورنا بأننا نجحنا في التحدي اللي واجهناه، نجحنا في قلنا للعالم كله أن الشعب المصري شعب واعي قادر على اختيار رئيس الجمهورية وسط عدد من المرشحين بإشراف قضائي كامل وسط مراقبة دولية وسط متابعة من الدبلوماسيين. الكامل كانت مطلب من الحوار الوطني واستجاب لي الرئيس بمادة الإشراف القضائي. يمكن احنا يمكن انا عشان انا طلعت من صحف معارضة، فكنا بنطلب إشراف قضائي على كل صندوق، كنا بنطلب مراقبة دولية، كنا بنطلب متابعين دبلوماسيين، كان في هناك تخوف من المراقبة الدولية ونقول هذا تدخل، ولكن الدولة المصرية اكدت بان ليس لديها ما تخفي. احنا عايزين نعمل انتخابات شفافة عشان إرادة الشعب المصري وإرادة المواطن المصري في صوته في الصندوق هي التي تأتي برئيس الجمهورية، وبالتالي يكون هناك حالة من الرضا. احنا بنتكلم عن لو جينا درسنا أمن قوميا نقول رضا الشعب المصري، رضا الشعب وإرادته جزء من تحقيق الأمن القومي للبلاد. وبالتالي احنا أصبح لدينا رئيس جمهورية يجلس على مقعده بإرادة شعبية وبتوافق شعبي. طيب النقطة دي احنا بنتكلم فيها في العلاقات الدولية والعلوم السياسية، بنقول عليها انها تعطي قوة زيادة لرئيس الجمهورية على قوته. اذا كان هو قوي بتعطيه قوة اكتر. ليه؟ لان خلفه شعب، لان خلفه ارادة شعبية اتت به، وبالتالي يستطيع ان يأخذ القرار المناسب للصالح المصري لصالح هذا الشعب، ينتج لصالح الشعب، يحقق مصانع ويحقق إنجازات في حياة كريمة، ويحقق مشروعات قومية ومشروعات صرف صحي وكباري واستصلاح أراضي زراعية، كل ده من أجل أن ينال رضا الشعب. ليه؟ لأن هذا الشعب هو الذي أتى به. احنا كنا بنحلم وبنقول متى يكون لدينا رئيس جمهورية منتخب انتخابات حرة. كنا الأول كانت عدد السكان كان يعني مش قد كده، فبالتالي نسبة المصوتين في الانتخابات أعلى نسبة تصويت حصلت عليها مصر. يمكن في الفترة الأخيرة العالم كله بيتكلم على أن الشعب المصري نجح في الاختبار ونجح في التحدي. يمكن هم نيويورك تايمز كتبت أن الشعب المصري نجح في التحدي، سموه تحدي ما سموش اختبار. احنا بنقول كنا احنا خلاص الشعب المصري تعود على التحدي، بينجح في كل تحدي. 2012 ثورة 30 يونيو 2013 نجح في التحدي، مجابهة الإرهاب نجح في التحدي، تحمل تبعات الأزمات الاقتصادية العالمية كلها اللي مصر جزء من العالم نجح في التحدي، وبالتالي عبرنا الصعب، قدرنا نعمر سينا، قدرنا نعمل مشروعات للشباب، قدرنا نعمل نحقق مشروعات كبيرة جدا في النقل، تريليون واثنين من عشرة حجم ما تم إنفاقه في مشروعات النقل، تريليون واثنين من عشرة حجم ما تم انفاقه في مشروعات الإسكان، وحدات سكنية المحدود الدخل والقضاء على العشوائيات ومشروعات صرف ومشروعات تحلية مياه. كل دي تشعر المواطن بالرضا من أداء الدولة، وبالتالي انت يعني حالة الرضا دي احنا بنقول بندرسها في الأمن القومي، بنقول لابد أن تكون هناك رضا شعبي. أيوه. الرضا الشعبي الأساس، أي حاجة رضا شعبي. حتى ده ظهر في قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي حينما فاجئنا كلنا وفاجئ العالم كله برفضه لتهجير الأشقاء الفلسطينيين من أراضيهم ورفض تصفية القضية الفلسطينية. القرار ده نال رضا شعبي، وبالتالي كان في طيب توافق هذا في القرار. يا أستاذ بلال، هل تعتقد أن هذه المشاركة الغير مسبوقة في الانتخابات الرئاسية بهذه الكثافة الغير معهودة كان أيضا من أحد أسبابها الأحداث الإقليمية والأخطار المحيطة بمصر، ما جعل المصريين يعني يخافون على أمنهم القومي ولهذا نزلوا إلى الانتخاب بهذه الكثافة؟ زي ما حضرتك قلت كده بالظبط، إن المصريين رأوا بأعينهم ما يحدث حولنا. ما يحدث حولنا، ما يحدث حولنا كثير، ما يحدث حولنا ضخم، ولكن احنا برضو يعني احنا شعب زي ما قلت لحضرتك ان احنا يعني لدينا عندنا صبر وعندنا خلاص احنا بقينا حريف التحدي.
أي تحدي بنكسبه. ليه؟ لأن عندنا وحدة وطنية، عندنا تماسك وطني مع القيادة، وعندنا حاسة استشعار الخطر. استشعار الخطر ينبئ، استشعار الخطأ ينبئ بخشية. الشعب المصري بيخافش، الشعب المصري عنده خشية على الوطن، وبالتالي شايف دول تفتتت، شايف جيوش تفتتت، شايف تدخلات دولية في عدد من دول الجوار، ولكن الشعب المصري يحب الأمن، عايز بلده آمنة، عايز بلده مستقرة، عايز يحس بالأمن والأمان. احنا النهاردة بنتكلم يعني ده احد اسباب هذه المشاركة الكثيرة، شعور الشعب المصري بالأمن والأمان والاستقرار مع رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي احد اهم اسباب الكثافة الغير مصر. انا بقول انا بتابع انتخابات من 2005، بتابع انتخابات كصحفي مش كمواطن، وبالتالي انا شفت ناس وكثافة غير طبيعية امام اللجان. الثلاث ايام مش يوم واحد. احنا لا، وانتخابات الخارج كمان، وانتخابات الخارج كانت حاجه مشرفه جدا. وزاره الخارجيه اصبح لديها الخبره في اجراء الانتخابات ومتابعتها، وزاره الهجره والمصريين في الخارج ايضا كانوا مشكلين غرف عمليات. الشعب المصري شعر بالرضا، لان احنا 150 مليون، ولكن في الداخل عندنا 9 مليون لاجئ. في احصائيه مهمه جدا صدرت بتقول ان مصر لديها 9 مليون لاجئ في العالم، نسبه اللاجئين في العالم كله 103 مليون. إذن مصر تحصل على 9% من عدد اللاجئين في العالم. مصر الدولة الوحيدة اللي لديها 9 مليون لاجئ في العالم يعيشون بيننا، ومش كده وبس، احنا بنطلق عليهم ضيوف مش لاجئين يا أستاذ بلال. يمكن الرئيس عبد الفتاح السيسي قال مش ضيوف، ده هم أشقاء عندنا ويعيشوا نفس عيشة المصريين. صحيح. وفي الإحصائية يمكن أنا طلعت عليها بتقول إن مصر لديها شراكة مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة من أجل اللاجئين اللي عندنا في مصر 9 مليون لديهم الحق في التعليم، ولديهم الحق في التوظيف بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وبالتعاون مع منظمات التمويل الدولية. كل ده في مصر في الداخل، كل ده احنا عايشينه. عنوانه الأهم أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاع تحقيق الأمن والاستقرار لهذا الشعب، واستطاع تحقيق لم شمل الشعب، وتحقيق إنجازات تضاف لمحدود الدخل. يعني تكافل وكرامة يضاف للرئيس عبد الفتاح السيسي. احنا كنا بنقول لابد ان احنا قلنا قالوا بقى اننا يعني قالوا عداله اجتماعيه، ده نوع من انواع العداله الاجتماعيه. قالوا القضاء على العشوائيات، ده نوع من انواع العداله الاجتماعيه. قالوا لابد ان يكون هناك محدود الدخل يحصلوا على امتيازات اكبر، ده نوع من انواع العداله الاجتماعيه. كنا احنا بنطالب بده، وبالتالي تحقق في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وده اللي خلى حاله من الرضا. يمكن كنا بنتكلم بعض الناس يقول لك ايه، لا الرئيس عبد الفتاح السيسي لديه شعبية لأنه استطاع زيادة حجم الأراضي الزراعية. ماشي، دي وجهة نظر. واحد تاني يقول لك لا، الرئيس عبد الفتاح السيسي حافظ على الدولة من الضياع واصطفى إلى جوار الشعب في 30 يونيو، عشان كده أنا عايز الرئيس السيسي. احنا كصحفيين بنقول الكلام ده. زميل تاني يقول لك لا، أنا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي لأنه بصراحة استطاع ترسيم الحدود والمياه الإقليمية المصرية واكتشاف حقل زهر وسعد. احنا كنا بنحلم الأول لأن كان في لصمة على كل هذه الأسباب يا أستاذ. أسباب هتلم ده كله، هتبص تلاقي إن احنا الدولة المصرية تسير بخطة محكمة نحو تحقيق التنمية للشعب، وبالتالي الشعب عنده حالة من الرضا زي ما قلت لحضرتك. كون ان الشعب يصطف حول الرئيس ونفس وجهة نظر الرئيس هي نفس وجهة الشعب فيما يتعلق بأخطر قرار اتخذته الدولة المصرية برفض التهجير وبرفض تصفية القضية الفلسطينية، احدث نوع من التوافق، وكان الحشود موجودة. يمكن احنا طول عمرنا الدولة المصرية مستهدفة، احنا كنا بنكتب بنقول لك مصر مستهدفة، مصر مستهدفة. كان في بعض المتفزلكين او المتحزلقين يقول لك لا، ده انتوا المؤامرة، ما فيش مؤامرة، ده انتوا المؤامرة. فاحنا دلوقتي شايفين الجبهات كلها المصرية مشتعلة. ده اذا مش مصر مستهدفة بس، ده الزيادة، ده الاستهداف زاد جدا الفترة دي، وبالتالي احنا محافظين على الجبهة الداخلية. الجبهة الداخلية قوية جدا، مش كده وبس، ده حتى يعني وزير خارجية كنا في حوار معاه سامح شكري وقال لنا ان مصر نجحت في حاجتين مهمين جدا لازم نأكد عليهم، وهو الحاجة الأولى ان مصر نجحت في سن نوع جديد من أنواع الدبلوماسية، وهي دبلوماسية الكوارث. احنا الاشقاء اللي بين عندهم كارثه، عندهم فيضانات في دارنا، بنروح وبنقدم مساعدات وبنشاركهم همهم. الاشقاء السودانيين عندهم مشكله، بنروح نشاركهم وبنقدم مساعدات. الاشقاء حتى المغرب، الاشقاء في المغرب الشقيق، حتى تركيا كان عندها ازمه في موضوع الزلزال، قدمنا مساعدات. هي دي دبلوماسيه الكوارث. الحاجه الثانيه ان الرئيس عبد الفتاح السيسي نجح بامتياز في فتح دوائر جديده للسياسه المصريه، بمعنى ان الرئيس السيسي زار الهند،
الرئيس السيسي استطاع دخول مصر، نجاح في دخول مصر مجموعة البريكس. دي كلها أرضية جديدة، احنا بنسميها أرضية جديدة للسياسة المصرية، وبالتالي يتحقق الرضا. كونك ان انت قادر ان انت اكتر من 84 يوم مصر بتقول مرارا وتكرارا نرفض تصفية القضية الفلسطينية، نرفض تهجير الأشقاء الفلسطينيين من أراضيهم رغم الضغوط ورغم الإغراءات، وتواجه قوة دولية وقوة عظمى، ده نوع من أنواع الثبات للدولة والقوة للدولة بعد أن اكتسبت القدرة. طيب أستاذ بلال، أنا عايز أرجع بس للحوار الوطني وأركز على الأحزاب، لأنه ما زال هناك ما يمكن أن يقال عن دور الأحزاب. إحنا قلنا أن الأحزاب ظهرت خلال الحوار الوطني، وأيضا كان لها دور كبير في انتخابات الرئاسة من حشد للمواطنين وتعريفهم بالبرامج الانتخابية للمرشحين. إيه بقى دور الأحزاب من وجهة نظرك بعد ما انتهت انتخابات الرئاسة وظهرت الأحزاب بهذا الشكل المرضي للكثير؟ مطلوب منها إيه في المرحلة اللي جاية؟ أنا موافق أنا موافق حضرتك في الكلام اللي قلته، لأن إحنا يعني الأحزاب المصرية استطاعت أنها تكون معمل تفريغ للقيادات وللأفكار، وقدمت لنا نماذج ناجحة. إحنا شفنا المرشح حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، والذي قام بتقدم الانتخابات الرئاسة كان عنده برنامج محترم، برنامج من الممكن أن يتم الاستفادة به، وده اللي هو قاله في أحد لقاءاته التلفزيونية. شفنا المرشح الأستاذ فريد زهران، مرشح حزب الشعب الجمهوري، عنده رؤية سياسية بيهتم بالإصلاح السياسي وبيهتم بالحريات والديمقراطية وإصلاح الضريبي. كل ده الدولة هتستفيد منه. طبعا حزب الوفد المعروف عنه الليبرالي عنده أفكار جديدة، عنده كوادر جديدة قدمها لنا في الفترة الأخيرة، وطبعا حزب الشعب الجمهوري، وطبعا حزب مش بس هذه الأحزاب، نتكلم على الأحزاب بصفة عامة. طبعا احنا بنقول الأحزاب كلها قدمت لنا نماذج كتيرة، حتى ده موجود في البرلمان. الأحزاب قدمت شخصيات بتساهم في العمل السياسي بطريقة جامدة جدا. احنا بنتكلم عن قدمت لنا مش كده وبس، ده قدموا لنا قيادات برؤى اقتصادية ورؤى سياسية زائد، وده الأهم، قدموا لنا شباب، مجموعة من الشباب عندهم خلفيات يعني عندهم رؤية جديدة، عندهم أفكار جديدة عايزين يحققوها، وده اللي كنا بنقول عليه. بنقول لك هل الأحزاب المصرية يعني تعدت يعني السن القانوني؟ لا، احنا دلوقتي عندنا الأحزاب جرت المياه بين أرجائها، وبالتالي بدأت تخرج لنا شباب كلنا عارفينهم، كلنا شايفين وجودهم في البرلمان، وجودهم في مجلس الشيوخ، وجودهم في مجلس النواب، وجودهم في تنسيقية شباب الأحزاب. عندنا شباب لديهم رؤية، أهم حاجة أنهم عندهم رؤية وعندهم أطروحات. الشباب اللي بيهتم بالاقتصاد بالدولة بتستفيد من أفكاره، الشباب اللي هو عنده بعض الأفكار خاصة بالحريات بتهتم برضو الدولة بيه وبتستفيد. فإحنا دلوقتي بنشوف شباب، يعني يمكن بعض الشباب تولوا مناصب وكانوا منتمين لأحزاب، يعني مثلا عندنا نائب محافظ الجيزة إبراهيم الشهابي، ده عضو في حزب الجيل مثلا. ويعني حاجة كويسة جدا ان احنا بنشوف الموضوع لم يعد مقتصرا على حزب معين. صحيح. ولم يعد مقتصرا على فئة معينة. ده اللي كنا بنقوله زمان، ليه مقتصرين على فئة معينة؟ كنا زمان دي اللي هي 2010، يعني ما قبل 2010. وبالتالي دلوقتي بنشوف مشاركة لا مغالبة، هو ده الشعار اللي احنا عايزين نرفعه كلنا، نقول مشاركة لا مغالبة، اهلا بجميع القوى السياسية، اهلا بجميع الافكار من اجل بناء دولة مصرية حديثة في هذا الوقت الصعب. ليه؟ لان احنا بنشوف حوالينا الدول كلها بتعاني من الفرقة وبتعاني من وجود يعني عدم توافق، الا مصر مصر لديها توافق شامل، توافق ظهر في انتخابات رئاسة، والنتيجة ان احنا هنستكمل الحوار الوطني بعد ما كشف لنا الرئيس السيسي ان الحوار مكتمل، هيكتمل بعد الانتخابات. وبالتالي احنا نحن ننتظر رؤى جديدة من الأحزاب، خاصة في المشروعات وفي من كل من يشارك في الحوار الوطني وليس فقط الأحزاب. أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذا الحوار، الكاتب الصحفي الأستاذ بلال الديوي، ونراك على خير قريبا إن شاء الله. شكرا لحضرتك. ما زلنا مشاهدينا معكم في حديث الأخبار على شاشة إكسترا نيوز، ونعود بحوارنا الثاني بعد هذا الفاصل.